استاذ عمر، استاذ عمر. صباح الخير. يا صباح الورد. نحن جايين نطمن على رشيد. ونحن طالعين لعنده كمان، تفضلوا. يلا. ما عرفتكم بالاول لين رفيقة الامل، جارنا يزن، زوجته سيدة نديم. شرفنا. اهلا وسهلا. نحن لازم نستعجل، انا بدي اشوف امل، انا بعتذر. بتعرفي شو؟ تفضلوا انتم طلعوا سبقوني، انا بس بدي احكي تليفون بالحق. يلا تفضل. يلا. يلا. عليه العافية إن شاء الله. مرحبا. أهلين أستاذ. مو هي إجا الأستاذ عمر يشوفك ويطمن عليك. صاروا كتار ما هيك؟ حفظتي؟ هلا هو عم بيسمعك؟ يمكن إيه. طيب شو بتقدري بتحكي معه هيك كل الوقت لحالك؟ عن كل شي حلو عشناه سوا. طلع بوشه بحسه عم يضحك لي. وحياة الله ما بعرف ليش أنا متأكدة إنه هو قدران يسمع كل شي عم يصير حواليه. أنسي أمل، أنا بعتذر منك لأني تأخرت لحتى أجيت شفت رشيد، بس بصراحة أنا لهلا مطوش من اللي صار، وفي طلب غريب شوي بدي أقولك إياه. إيه تفضل. فيني جيب رفيقي اليوم المسا يزوره؟ يزن؟ لك والله أنا مصدوم فيك، هالقلبة كيف قلبتها ما بعرف. يعني كنت شاب ظريف وناعم وتطلع وتقعد معنا وحابب تعمل شغل نظيف، كيف انلوقت على الجمعيات الإسلامية ما بعرف. ومين شو بتشكي الجمعيات الإسلامية؟ أنا ما قلت بتشكي، بس الحفر بالمخفي عن طريق هدول الشباب اللي عم يشتغلوا فيها وبعض المسؤولين اللي عم يتعاونوا معهم هو اللي بيشكي. أنت عن شو عم تحكي؟ لك اللي قايلكن انه العين معمية عنكم، يا اما حمار يا اما عم بضحك عليكم. سالم بيك، الف راس وراس مش بكين بالقصة. بدك طالع عيوب البلد من كيسنا هلا؟ لك يا مجنون، انا ما بدي طلع شيء من كيس حدا، بالعكس انا بدي حط معكم. ما فهمت. بدي انزل شريك. اي مسؤول، اي صحفي، اي شاب علماني مثقف، إذا أبرز وعملكن شوشرة أنا بمحيلكن حسه. ومقابل شو؟ مقابل كتير شغلات كل ما أدور عليها، بس أول شي بدك تطلق مرفت. ومرفت شو دخلها بالموضوع هلا؟ خطي مبارح أجت لعندي واشتكت لي البنت مو طايقتها، خلص طلقها وارتاح وريح. قلبي ما بيطاوعني، عيني فيها. أخي منشوف لك غيرها، واحدة أحلى وأهضم وأصغر وأرخص. أنا دقيت على صدري وقلت لها بحللك مشكلتك، بقى شو؟ والبيت اللي كتبته باسمها بدك تنازل عنه وقرف رقبتها. طيب اللي بهيك حارة البيت شو بيسوى؟ 25-30 مليون؟ نقطب بحرك وبحر جماعتك، دقيت عينكن على شقفة بيت؟ سالم بيك، البيت ما بتركه ولو على جستي. طب اسمع، أنا رح خليها تتنازل عن البيت، بس أنت لازم تكشكشها. وقديش يعني؟ 5 مليون. كتير. يخرب بيت قلبك شو بالهموطي، 5 مناح. خلاص خلاص أخي، أنا حطيت على صدري وقلت الموضوع انتهى، مشي أمرك سالم بيك. إيه ها، بكرة بتنزلوا على المحكمة بتكتب لك البيت بيع شراء، أنت بتعطيها 5 مليون وما بتستعجل على الطلعة. طابو طابو سالم بيك. كتير منيح. هلأ منحكي بالمفيد. تفضل.